يبدو انك اسلمت هديتك قبل اوانه يا استاذ صالح. كنت عارف انك ما بتتركني وتحاول تنتقم مني، او الاحرى انك تقدم لي هدايا كثيره من هداياك الطيبه. قلت اطلع بكرامتي وقدم استقالتي لاني ما اريد احد يهددني، وخصوصا يكون واحد مثلك انت. كل ذره شك وخوف احاول ان اقتلعها من داخلي، وهذا اللي صار. بس أحب أقول لك أن قدمت لخدمة حقيقية، وأتمنى أني أقدم لك هدية مثل هديتك هذه. الهدايا ما يقدموها للشطار، لازم تفهم هذا الشيء. قصدك ما يقدموها إلا للشطار، وهديتك بتوصلك في الوقت المناسب يا شاطر. يبغالك سنين وسنين لحد ما تتقن فن تقديم الهدايا وفي الوقت المناسب، لكنك تعلمت وبشكل معقول كيف تأخذ من الآخرين. إن شاء الله بتأخذ أكثر. بنشوف من اللي يضحك في الآخر. لا تفتكر إن هي هذه النهاية. سلامة راسك.
هذه هي البداية والأيام بيننا. إذا صدقتي كلام صالح واللي قاله عني فأنا أيضا مستقيل من هذه اللحظة، لأني ما أحب أتواجد في مكان تنهان فيه كرامتي، وخصوصا صاحب المكان يصدق اللي قال عني. عبد الحميد، أنا عمري ما خطر في بالي إني أشك فيك ولا حتى في صالح، لكن الموقف اللي مريت فيه اليوم خلاني حتى أفقد الثقة في نفسي، واعتبر نفسي غلطان اني وثقت في انسان عديم الثقه والانسانيه. لا، وبكل وقاحه يعترف لي انه كان غلطان ومن غير ما يدافع عن نفسه، لانه واثق انه ما في اي دليل مادي ضده. عموما اذا عدمت الثقه بيني وبينك فمن الافضل اني انسحب وبهدوء، لاني ما احب حد يحس فيه. واذا حبيت انك توصل الموضوع للجهات الامنيه فانا مستعد، ممكن تطلبيني في اي لحظه. وأنا أول مرة أحس عبد العزيز يقول شيء يكون صادق فيه. ما كنت أتصور أن هذا المخلوق يقول شيء لصالحي، لكن اليوم قاله وبديت أصدقه. نعم عبد الحميد، يا ريت لو تمسك مكان المدير المالي إلى جانب عملك كمدير للمشاريع. يعني ما صدقتي كلام صالح ولا محتاجة إلى وقت التفكير؟ يا عبد الحميد، اللي يبني ما ممكن يهدم، وانت ما قصرت، بنيت معاي هذه الشركة وبفضل الله وفضلك صارت كبيرة. وإذا فكرت انك تسرق فبتسرق شيء من مالك. مقتنعة من اللي تقولينه يا سميرة؟ انا ما محتاج احد يقول لي شيء عن عبد الحميد، لاني بالفعل محتاجة لك. وانا محتاج لك، بس أعتقد أن الوقت ما هو مناسب أني أكرر طلبي. بالعكس، أنا شايف أن هذا أنسب وقت أنك تقول لي تبيه. أتمنى يا سميرة توافقي طلب الزواج منك. أنا آسف جداً إذا كنت قطعت عليكم كلامكم. إن شاء الله بس عملتي بالنصيحة اللي قلت لك عليها، لأن هذا الإنسان له أفضال كثيرة على الشركة، وما في إنسان يخاف عليها مثله. عبد الحميد ما محتاج توصية من حد، وأنا سبق ونبهتك لا تدخل هذه الشركة مرة ثانية. ما دام انك عملتي بالنصيحة فهذا تأكيد منك على اني لي حق في الشركة، وهذا الشيء لا انت تنكرين ولا حتى القانون. لما القانون يثبت هذا الشيء ساعتها يصير خير وبنتفاهم مع بعض. اما الحين اطلع برا. يلا برا. انا مكتب صالح هذا اوافق عليه انه يكون مكتبي بشكل مؤقت علشان اكون قريب من عبد الحميد. والحين سمحوا لي استاذا علشان اخليكم تكملوا كلامكم. وتأكدي يا مدام، أنا جيتك اليوم علشان أعطيك فرصة أخيرة علشان ترجعي لي حقي بدون محاكم. أنا ما أبي أوديش المحكمة وأحلف الشمين بالله قدام الناس مثل الأيام الماضية. وأعتقد أن هذيك الأيام بعدك ما نسيتيها، تتذكريها زين ولو أنها صار لها 15 سنة. عن إذنك. شوف الوقت ما مناسب عشان نكمل موضوعنا يا مدام. ابدا ما مناسب، ويا ريت هذا الطلب يجي في وقته في ظروف افضل من هذه.
عن إذنك. ممكن أجلس معك شوية؟ تفضلي. ما قلت لي وين كنت ناوي تروح البارحة؟ ظنيت جاي تطمني على صحتي، ما افتكرت انك جاي تسأليني وين كنت رايح البارحة. بعدين انا قلت لكم كنت مصدع شويه وطالع ادور حق الصداع. بس انا متاكده انك كنت بخير وما فيك شيء ابدا. ايش يعني انا اكذب؟ للاسف ايوه انت تكذب. انت كنت تريد تقول لي شيء ولما جت امي لفقت سالفه الصداع هذه. انت ايش جالسه تقولي؟ انا اكذب؟ انا جالسه الفق سوالف؟ للاسف هذه هي الحقيقه. لا 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 يا منى، ما هي هذه الحقيقة. الحقيقة أنني كنت تعبان شوية ومصدع وطالع أدور حبوب الصداع، وبعدين قلت أطلع شوية أغير جو برا. وليش كنت تسحب مثل الحرامي؟ ما حبيت أزعجكم وصحيكم من نوم أنت وأمي. بعدين أنا يا منى ما ريت تأخذ عني فكرة ما زينة، ولا تخلي في بالش أني أنا ياس أسوي شيء غلط. بس أنا متأكدة أنك جالس تسوي شيء غلط وستين غلط. ما تقدر تضحك علي أنا بكلمتين، بس تأكد أي غلط تسويه الحين راح تتحمل نتائجه بنفسك بالدرجة الأولى. هذا أنا نفذت رغبتك يا إيمان وعطيتها فرصة تفكر قبل لا أودي الموضوع إلى المحكمة، وهناك باخذ حقي منها بشكل رسمي وقانوني. يعني هي لا زالت مصره ان ما لك اي حق عندها؟ ما كذا وبس يا ايمان، هي الحين ما تريد تعترف ان امي الله يرحمها لها حق معها. يعني ايش يا عبد العزيز؟ هي تريد تنكر كل شيء؟ والله يا ايمان هي هذه صاحبتك وانت ادرى بها. لا يا عبد العزيز، ما اعتقد ان سميره بهذه الطريقه العدوانيه. اكيد في حد في الشركه يخطط لها ويوجهها. إذا أنت يا إيمان بعدك ما تعرفي سميرة زين. أنا أعرفها، هذه إنسانة عنيدة. هي سبب فض الشراكة اللي بيني وبين أخوي الله يرحمه في أكثر من مشروع. وصالح هذا بعد زاد الفتنة بيننا، لأن أخوي كان يحبه ويقربه منه. والحين إيش ناوي تسوي؟ أعطيها مهلة يومين، إذا ما اتصلت فيه تعترف لي بحقي بخلي الموضوع ياخذ مشروعها رسمي. ولا انت عندك حل اخر؟ اعطيني فرصه يا عبد العزيز، يمكن اقدر اقنعها علشان تتراجع عن عنادها. اعتقد ما عندك شيء ثاني تقولينه يا مدام. كانك تطرديني من بيتش يا سميره، وهذه ثاني مره تتكرر منش. كلمة اللي صلها بعبد العزيز اعتبرها نسخة منه، وما بالك لما تكونين زوجته وانتي أقرب واحدة عارفة مدى كراهيتي لهذا الإنسان. ومو بعيدة انك جاية ومتفقة معاه على الموضوع اللي تكلميني فيه. أنا ما أرد على الكلام اللي قلتيه الحين، وبعدني أقول لك معذورة، لكن الشيء اللي لازم تعرفينه
إني لازلت باكي على الود والصداقة اللي بيننا، وجيت أحذري إنه زوجي اللي هو عدوش معطنش مهلة يومين علشان تعترفين بحقه، ولا إنه يطلبش في المحكمة وبشكل رسمي يا سميرة. أنا ما أتحدد من أي إنسان مهما يكون، واللي يقدر يسوي زوجك خلي يسوي، مدام مقابلتك الأخيرة انتهت. لو الود ودي أشوفك الحين، كل اللحظات الجميلة اللي قضيناها اليوم مع بعض راسخة في بالي. وأنا بعد أتمنى إنه يجي الصبح بسرعة علشان أشوفك. ها ما قلت لي متى بتروح البلد؟ كان من المفترض نهاية هذا الأسبوع، بس أجلت علشانك. حس نفسي ما أقدر أبتعد عنك. أي طبعا لو روحت بروح علشانك أنت وبس. ليش بعد؟ عشان أخبر أهلي نيجي ونخطبك بشكل رسمي. أنا ما أحب التطويل في هذه المسائل. على العموم كلميني إذا كانت ظروفك تسمح لك بعدين. إيه في حد من الشباب جاي معي الحين. خلي بالك على نفسك. مع السلامة. ظهرنا وجودي ما مرغوب فيه، وهذا يؤكد انك ما زلت زعلان علي. انا ما زعلان يا سمير. جلسي. غسان انا اسف على اللي صار. انت عارف الظروف اللي انا مر فيها في الشركه ومع عبد العزيز، كل هذه الأمور مخليتني في حالة عصبية رهيبة. بس ما توصل لدرجة الشك يا سميرة. اللي سويتي معي ما شوية أبدا. صحيح، لذلك أنا أعتذر للمرة الثانية. أرجوك تقبل اعتذاري علشان تستمر حياتنا بهدوء بشكل طبيعي. بس صدقيني يا سميرة، بتظل تعامليني بطريقة أمس، طريقة الشك في كل شيء.
أنا متأكد يا سميرة إنك ما راح تتغيري أبدا. يعني إيش؟ يعني حياتنا ما بتكون مستقرة إذا لازمها الشك، إلا إذا كنت تريدي شيء وتفكر إنك تقوليه بطريقة غير مباشرة. شيء مثل إيش؟ يعني ممكن تريدين نبتعد أو نفترق عن بعض. غسان، أنت إيش اللي قاعد تقوله؟ أنا لما تزوجتك ما ضربتك على إيدك عشان توافق تتزوجني، ولما وافقت تتزوجك مو علشان نفترق في المستقبل، مستحيل، لأن إحنا الاثنين مقتنعين في بعض. تعتقدي هذه هي الحقيقة يا سميرة؟ ليش أنت عندك شك فيها؟ أنت أدرى بكل كلمة تقوليها. غسان، أنا اعتذرت لك عن كل اللي صار بيننا، لكن واضح أنك أنت تبغي تكبر المسألة أكثر من اللازم، وبعدني اعتذر لك وأبي أصلح سوء الفهم اللي صار بيننا، لكن واضح أنك أنت ما عارف إيش اللي تريده بالضبط. أنا لما أريد شيء يا سميرة أقوله على طول. وأنا أسمع لك يا غسان. قول. أنا أريد أكون المدير المالي للشركة بدل صالح. هذا ما صار طلب عاد أنا طلبته مخلينك سرحانة بهالطريقة. تبغى الصراحة؟ فاجأتني بهالطلب، ما كنت متوقعته أبدا. إن شاء الله طلبي ما يكون كبير وصعب تحققيه. ولا يمكن تنتظري واحد ثاني تستشيريه في الموضوع؟ واحد ثاني؟ مثل من يعني؟ واحد ثاني مثل عبد العزيز، بحكم انه شريك معاش في الشركة. انت عارف مالي شريك في الشركة، لا عبد العزيز ولا غيره. وبعدين لما بسوي اي شيء ما ارجع لاي حد. زي ليش مترددة تعينيني مدير مالي في الشركة؟ بما ان القرار بيدك انت. ولا انك ما واثقة فيه، او ما عزت عندك بدت تقل بحكم الشك اللي تشكي فيني دايما. الشك يا غسان لما صار كان بدافع الحب والغيرة، مش حكاية ثقة. هذا بحكاية ايش؟ كونك تكون المدير المالي ما صعبة، لأن القرار بإيدي وانت عارف، بس انت اللي بالنهاية بتتعب، لأن المسألة ما بالبساطة هذه، محتاج لها خبرة. وانت يا غسان ما تبتلك هذه الخبرة يعني في مجال الحسابات والميزانية والأرقام، لكن ثق تماما لو درست هذا المجال أنا راح أعينك لمدير المالي في الشركة. إيه بس الدراسة بتطول كثير، وأنا أريد أحسن وضعي في الشركة. ولا يهمك، وضعك راح يتحسن. وإذا على سالفة الراتب، أنا راح أعطيك راتب مدير. إيش تريد بعد؟ أريدك تبتعد عن الشك نهائيا عشان ما نخسر بعض. إذا ما حاولت تزرع الشك فيني، فتأكد يا غسان أن الغيرة ما راح تنبت عندي. غسان تفضل خذ هذا الشيك واشتري أغراض لأهلك وانت رايح البلد. الحين بس صدقتي أنني رايح البلد واشتري أغراض؟ غسان خلاص، خلنا ننسى الماضي ونبدأ صفحة جديدة.
أنا موافق. ألو. لا أخوي غلطان. من اللي كان متصل؟ لا لا حد غلطان كان. وليش مسحت الرقم؟ ليش أخليه؟ ما أعرف هالشخص. ما تعرفه ولا هذه وحدة متصلة وأنت محيت رقمها عشان أنا ما أتصل فيها وأعرفها من تكون؟ سميرة أنت إيش تقولي؟ هذه هي الحقيقة يا غسان، لكن أنت خلاص اخترت وما ممكن تتصلح، وكل تصرفاتك صارت غلط في غلط. أنت مريضة وبتظلي طول عمرك مريضة، أنت ما بتعيش بدون شك أبداً. يا غسان اللي تزرع الشك فيني، أنت اللي تصرفاتك صارت كلها شك في شك. أنت خلاص خلاص انتهيتي، أنت ما فيش عقل أصلاً، ما فيش عقل. يا غسان أنا ما بي عقل، بس أنا لزوجتك تقول عني الكلام. مشكور يا الطيب، لكن يجي منك أكثر من كذا. لكن الغلطة مو منك أنت، الغلطة مني أنا. ليش ما حاول مرة ثانية؟ يمكن يكونوا أصحابه راحوا الحين. يلا ألو غسان، هذي لأصحابك ليش ما يروحوا من وقت؟ ما يعرفوا أني أنا أريد أتكلم معاك؟ إذا عمل حسابك إني بكرة أشوفك. ليش بعد؟ وأنا ما عندي مانع. إن شاء الله ما حضرنا الأيام الجاية كلها. منى، أنا لازم أخطبك من أهلك بسرعة. منى أنا ما أقدر أعيش أي لحظة من غيرك. بس لازم نستعد للحياة بشكل جيد. والزواج رحلة عمر طويلة أكثر من تعرف. هذه أمي وصلت، يلا مع السلامة. مع مين كنت تتكلم؟ هذا أمين، ما يقول إنه بيتأخر شوية. هو أمين الحين ما وصل؟ طبعا. وأنت من وين بتعرفي؟ ما دام نشكي اليوم راجعت لنا هذا الوقت. انتي بأي حق تكلميني بهذا الأسلوب؟ نسيتي إني أنا أمك؟ أنا آسفة ما. صباح الخير ما. وين كنت للحين؟ رجوشي أنا الحين تعبان، تعبان وايد، بكرة الصباح نتكلم. لما أكلمك وقف واسمعني. رد علي وقولي وين كنت، افتح الباب. قلت شو ما بكرة الصباح نتكلم، أنا الحين تعبان وريد أنام. بس اسمعني، أنا الليلة ما راح أخليك إلا لما أعرف أنت سارة مع من وين. افتح الباب أمين. Thank you.
أشوفك هالأيام ما تجيب سالفة التوكيل ولا سالفة فلان باع وفلان اشترى. سبحان الله، أنت يا أمرش غريب، داعي نابج. لما جبنا لك مشتري وبايع ظنيت فينا سوء الظن، ولما ما جبنا لك قلت لنا ليش وليش. أنت إيش حكايتك بالضبط؟ ولا قررت تعطيني توكيل عام عن أملاكك؟ لو ما عرفك زين كان ما عزيت عليك أموالي ولا أملاكي ولا التوكيل حتى، لكني عرفك زين نفسك ضعيفة أمام الفلوس والواحد يخاف منك. اسمعي انت سامع كلام أمك يا فاطمة؟ أو أنا نخاف مني؟ مو أنا روع ولا جني؟ الله يسامحك بس يا زكية، الله يسامحك. بس أحب أذكرك إن أملاكك هذه لولا أنا ما صارت كذاك، بس أنت ناقل الجميل ناقرة. نعم والله خبرك ما سويت شيء لله تعالى، انت ما في شيء سويته الا اول شيء فايدتك قدام، ولا تفكرني انا ما عارفه. زين وليش ساكت عجب؟ ها بس هاي ترى كلام تقولي، عارف ان قلبك طيب. الله العافيه. انا احسن اقوم اروح عند سلمى. زين عاد لا تتاخري كما كل مره. ها ان شاء الله. وانا بعد بقوم اروح السوق، يمكن نحصل لك بايع ولا مشتري. احسن اسير بدل ما نجلس نسمع السوالف هاي الفاضيه اللي ما تخلص. فاطمة، يا الله يا بنتي ما شاء الله عليك، انت سريع، نفسي يبغى ينقطع العمى. سلامتك يا عمي. الله يسلمك ان شاء الله. اقول ان شاء الله موعدنا مثل ما هو، انا تراني بنتظرك في الدكان عشان نسير مع بعض المحكمه وتسوي لي التوكيل. تبغى الصدق يا عمي؟ انا متردده من سالفه التوكيل هذا، خاصه بعد الكلام اللي قالته امي عنك من شويه. يعني ايش؟ يعني ما كنت مصدقتني يا فاطمه؟ حاشي والله يا عمي، أنا مصدقتن لك. الدليل إني جيت عندك الدكان أكثر من مرة عشان أكلم غسان، لكني ما كلمته ولا مرة، ما أعرف هو في إيش يفكر. هو لحد الحين حتى ما جبيت عشان يخطبني. ولا يهمك يا بنتي، إن شاء الله بيجي، إذا ما جاء الأسبوع أيجي الأسبوع القادم ويخطبك وتتذكرين كلامي بعد. نعم. بس أنت عاد يا بنتي خلصين موضوع التوكيل هاي، خلص ارتاح. تعالي بعد شيء واحد، محصل لك على قطعة أرض برخص التراب، تسوي لك فيها بيت أنت وغسان وترتاحون، وتسوي لكم مزرعة كبيرة وجديدة مثل المزارع اللي نشوفها. صحيح يا عمي؟ إلا صحيح وستين صحيح بعد. وإذا تبغى تشوفينه خلنا نصير مع بعض تو نشوفه على الطبيعة. لا يا عمي خليها لوقت ثاني، والتوكيل أنا بعطيك إياه أول ما يجي غسان عندنا البيت. وبعدين يا عمي لا تنتظرني اليوم لأني ما قيمة أجي عندك الدكان. فملا ايش الحظ الردي، ايش الحظ. لكن ما عليه، مفتاح اللعبه بعد بيدي، وبنشوف من اللي بينتصر في الاخر. حتى المكان
نفس المكان، تبقى في نفس الزمان، تفقد الأمان.